اهلا وسهلا بكم من جديد وصباح الخير عليكم. وفقراتنا مختلفه ومهمه للمراه السودانيه وحواء اللي بتتابعنا في البيت وعايزه تطمن على بشرتها وعايزه تعرف انه كيف هي تغي بشرتها في فصل الشتاء او تكون بشرتها بشره نضره. كلنا بنسعى في انه الصباح بدري، حتى الامهات بيكونوا حريصات انه الاولاد لازم يمسحوهم الصباح ولازم بالليل قبل النوم. نحن دارين نشوف الحاجات اللي احنا بنعملها دي هل كلها صحيحه، وهل كل حاجه احنا بنستخدمها ممكن ترطب لنا البشره وتمنع لنا ظهور المشاكل الجلديه والجفاف اللي بيحصل لنا. شراب المويه اللي احنا بنشربه هل ممكن هو بيفيدنا حتى على بشرتنا، مش عشان هو حوجه احنا بنحتاج لها. الاشياء الكثيره اللي بيسالوا منها دائما النساء تحديدا. سعيدين انه تكون ضيفتنا في هذا الصباح دكتوره ريهام محمد الحايك، صيدلانيه متخصصه في الشعر والبشره. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك انسام، صباح الخير على كل المشاهدين والمتابعين، صباحكم جميل يا رب. شكرا لاطلالتك الجميله دكتوره. والجمال باين من عنوانه، بيقولوا الزول دائما لما الزول يجيكي في العياده بيكون حريص انه هو بشرته حتبكي تمام، بما انه انا شايفه الدكتوره قدامي. الله يديك العافيه يا رب. ريهام، خلينا نشوف البنات تحديدا اللي بيجوا والناس اللي بيسالوا. كثير من الناس بيكون همهم وهاجسهم التفتيح بتاع البشره وليس الترطيب. نحن بدنا نكلمهم عن الترطيب واهميته زاد. تمام. الترطيب واحد من العوامل الاساسيه اللي مهمه في معالجه البشره وفي اكساب الحيويه المناسبه. وحتى لو انت عايزه تفتحي بشرتك، لو انت ما رطبتي بشرتك كويس واهتميتي بمواد الترطيب الداخليه والخارجيه ما بينعكس ابدا على بشرتك. نعم. الترطيب منه انواع، منه حاجات متاحه ومتوفره، في حاجات ممكن انت تاخديها مثلا تشربيها زي الفيتامين سي والحاجات اللي انت تشربيها عشان تديك نضاره وتديك مرونه لجسمك. المويه كما ذكرت دي واحده من العوامل الاساسيه انه نحن نشربها بكميات كافيه، ده برضه بينعكس على ترطيب ونداوه الجلد. الترطيب كمان مهم في المرونه وفي تاخير ظهور التجاعيد من الجلد او الشيخوخه المبكره للجلد. ده واحد من الاسباب او واحد من الحاجات الكويسه لاستخدام الترطيب في فترات متباعده. يبقى معنا احنا بنشوف حالات كثيره، بنشوف ناس هم صغار في السن لكن عندهم الخطوط مثلا اللي بتظهر لين على الجبهه او تحت العيون، الكرمشه اللي بتكون خفيفه دي، حتى الجلد بتاع اليدين بتلقى ناس يديهم متجعده. التجاعيد عندها علاقه بترطيب البشره؟ نعم، واحدة من الحاجات ترطيب البشرة. الحاجة الثانية شنو تخلي لنا ظهور التجاعيد دي؟ الحاجة المسؤولة من الجلد اللي هي الكولاجين أو الموجود في الطبقة الثانية للجلد. الكولاجين والإلاستين هم مسؤولين من مرونة الجلد. لما مع مرور الوقت والتقدم في العمر بيبدأ الخاصية بتاعت الكولاجين تبدأ تقل من الجسم، او انتاج وافراز الكولاجين بيبدا يقل من الجسم. فبالتالي تظهر الخطوط الرفيعه او الخطوط التعبيريه نحن بنقول عليها الكنتور، الخطوط التعبيريه اللي هي مع الكلام مع الضحك مع كده بتبدا تظهر الحاجه دي. في ناس كمان بيعبروا بوجههم كثير، فدي برضو واحده من الحاجات اللي بتسبب لهم خطوط رفيعه. برضو التعرض للشمس لمسافات طويله من غير حمايه للشمس، حمايه او استخدام واقي الشمس المناسب بيساعد او بيبدر بظهور الخطوط الرفيعه في الوجه. بنلقى برضو نوع من النساء تحديدا بتقول لك والله انا ما قاعده ارطب جسمي، ما قاعده اتمسح، ما بحتاج عشان انا بشرتي دهنيه. هل دي عندها علاقه البشره الدهنيه قادره تحمي نفسها من الجفاف؟ بالعكس، حتى البشره الدهنيه محتاجه انها تترطب، بس اختيار الترطيب المناسب لكل نوع بشره ده هو المهم. يعني البشره الدهنيه بيحتاج ان احنا نرطبها. الجفاف اللي احنا شايفينه في الصوره دي في الوجه ده تحديدا، نعم، ده في جفاف شديد. نعم، في الوجه جفاف وظهور لمسامات متوسعه في الجلد. يعني هو سلباين غير موضوع الجفاف، التوسع او المسامات اللي موجوده في الجلد. المسامات دي أسبابها برضو مختلفة. ممكن واحدة من الحاجات اللي بتقلل ظهور المسامات من بدري اللي هو الترطيب أو التغذية المناسبة للبشرة. فيبقى نحن نساعد البشرة أو الجلد في المرونة ويقللنا من المسام والخطوط الرفيعة بالترطيب المبكر أو المحافظة على الترطيب باختيار الترطيب المناسب للبشرة الدهنية. بنبعد دائما من الحاجات الأويلي أو الحاجات الدهنية اللي فيها زيوت كثيرة اللي هل ممكن تسبب لنا ضرر على البشرة الدهنية. أيوة، بتكفل المسام بتاعت الجلد، فبالتالي المسام هي عايزة تتنفس وتاخذ أكسجين من برا، تاخذ أكسجين من برا. فلما تلقى الدنيا مقفولة في
تبدا توسع نفسها، هذه خاصيه فيزيكال طبيعيه انه يبدا يوسع الجلد نفسه عشان ياخذ الخصائص الطبيعيه من برا. ونس انه لقى الدنيا مقفله من برا، فيها شوائب، فيها خلايا ميته، فيها كده، فيبدا يوسع نفسه كل فتره وفتره. فبتظهر هنا اهميه التقشير المتجدد للبشره كل فتره وفتره. مثلا مره في الشهر لازم يكون عندنا تقشير عميق للبشره. نقشر البشره، البشره هسه احنا شايفينها دي من برا قد تبدو طبيعيه، لكن بالعين الغير مجرده ممكن تكون فيها مشاكل. نعم. اللي انتم في جهاز بيفحص ليك البشره دي؟ نعم. بتقدري تفحصي به وان نعم. البشره دي نعم. محتاجه او نعم. مشاكلها شنو؟ نعم. طبعا يعني الطب يتطور والاجهزه تطورت، وبقى ما بس الشغل بالعين المجرده، في حاجات نحن ديب اكثر احنا بنقدر بعين المجرده نشتغل صحيح. عليها. ففي نوع من انواع الاجهزه مثلا زي السكين اناليسيس سيستم، اللي هو نوع من الاجهزه بتخطي مثلا وجهك فيه، بديكي المشاكل على اعماق مختلفه من الجلد، او بتنبأ ليكي بالمشاكل القادمه مثلا في بدايه ظهور مثلا تصبغات جلديه. ايوه. بيوضح لك انه مثلا عندك تصبغ جلدي بالنسبه الفلانيه، عندك مثلا حبوب او دهون دافنه تحت الجلد، هو كمان بيوضح ليكي انه في حبوب جايه او حبوب دهنيه دافنه مفروض نحن نعمل مراعاه لها ونعالجها من بدري عشان ما تسبب لنا المشاكل. البنات دائما بيحبذوا انه كل ما تطلع تقنيه جديده يمشوا يستخدموها ويشوفوا تاثير عليهم. صحيح. اللي احنا شفناه هسه الميزوسيرابي اللي كان لينا في الصوره، اللي هو الحقن اللي ممكن ياخذوها تحت الجلد. نعم. والحقن دي هل هي ممكن برضه لاي بشره تستوعبها؟ هل اي جسم قادر يستوعب انه ياخذ حقن، اذا كانت فيتامين، اذا كانت تفتيح، اذا كان غيره؟ طبعا يعني ما اي زول ممكن، اي زول يمشي لاي حته ويقول انا عايز اخذ حقن وبس، لا. في ستيبس او في خطوات انت لازم تقعدي اول حاجه مع الكاستمر او المريض تشوفي تاخذي هيستوري منه، التاريخ المرضي شنو، انت شنو مضايقك في بشرتك او ما عاجبك في بشرتك وانت عايز تعالجه شنو. ممكن واحد يجي يقول لك انا عايزه حقن مثلا كده، بس هي ما محتاجه الحقن دي او ما محتاجه الجلسه دي، محتاجه حاجه ثانيه افضل بالنسبه ممكن لها. ممكن انت توجهيها تقول لها انه انت حاولي كده بالضبط كده بالضبط. يعني الاخصائي بعد الكشف على البشره وبعد الهيست ياخذ النظام اللي هو متبعه او الروتين اللي هي متبعه، ممكن حتى ما في حوجه نحن بس نقعد نظبط الروتين بتاع اللي هي بتستخدمه بحاجات علاجيه معينه، باستخدام سيرامات، مرطبات، مغذيات للبشره وتكتفي، ما يحتاج انه احنا نعمل لها سواء ميزو سيرابي او واحد من العلاجات الحديثه. في بعض الاشخاص لا بيحتاجوا، مثلا تيجي تقول انا عايزه ميزو سيرابي او عايزه نوع من انواع الجلسات الجديده زي الفراكشنال ليزر مثلا. ايوه. فنحن بنقعد ناخذ منها برضو انه انت الحاجه دي كده واثار الجانبيه كده ومدار عليكي ممكن تكون اكثر بالضبط كده. فهل انت بتتقبلي الحاجه دي او انت متصالحه مع موضوع انه حتظهر لك مثلا قشره، حيصير لك احمرار، حيظهر لك حاجات. في ناس مثلا طبيعه شغلهم مختلفه، يعني مثلا انسان جاتني قلت لي انا عايزه اعمل فراكشن الليزر وبكره شغاله جلسه مثلا تصوير او كذا، فما ينفع اقول لي انزلي جلسه على طول، لا لازم انا اوريك انه الجلسه دي المفروض تاخذي فتره بتاع التعافي على الاقل 5 ايام بعد او اسبوع تقعدي ترطبي عشان حتكون في قشره طالعه، في مضادات حيويه بتتاخذ، في ترطيب للبشره المفروض انك تتجنبي الشمس لفترات طويله. في حاجات كثيره انت لازم تقعدي تاخذي وتدي مع البيشن عشان تعرفي الابعاد او الحاجات اللي مترتبه على الجلسه دي شو. لكن قبل ما اصل انا الجلسه بتاعت الليزر ممكن اعمل الجلسات الخفيفه اللي بيعملوها كل الناس وبينصحوا بها كل الاطباء في انه اي زول ممكن يعمل فيشل. نعم. إذا كان عميق، إذا كان متوسط، إذا كان طبيعي، في النهاية هل الفيشل ده عنده مدار ولا هو نظافة بس لطبقات البشرة الموجودة في الوجه؟ نعم. هو طبعا تنظيف عميق للبشرة تقريبا بيناسب كل أنواع البشرة ما عدا بعض الأنواع اللي هي الحساسة جدا اللي ما بتستحمل أي يعني ما بنقوله بتستحمل تهابش الجلد الخارجي بتاعها، ديل نحن بس اللي هم ممنوعين. طبعا الحوامل برضه هم في فترات معينه ممنوعين، او ممكن يستخدموا فيشل بس خطوات معينه. أيوة. ممنوع انه للحوامل، اما غير كده الفيشل مناسب لكل الانواع. برضه الناس اللي مثلا عندهم انفلاميتد اكني او الحبوب اللي بتكون ملتهبه جدا دي برضه ممنوع ان انت تعملي لها جلسه بتاعت فيشل، لانه الالتهاب ده اول ما انت فتحتي اي نوع بتاع حبه بيقدر ينتقل العدوى لجزء ثاني من الوش، ويبقى بدل ما انت عايزه تعالجيها بالعكس حتقوم تفاقم المشكله زدت الضرر
سوء بالضبط بالضبط كده. ذكرتي فئة معينة دكتورة ريهام وهم ممكن يكونوا بيتابعونا الآن، فئة الحوامل. نعم. الحوامل دايما بتلقي انه في بشرتهم بيحصل لهم جفاف، بتحصل لهم مشاكل، نحن دارين نطمنهم ونوريهم انه هم يرطبوا كيف ويحافظوا على بشرتهم عشان ما تحصل فيها مشاكل وما يكونوا متعقدين، والله احنا ما بنقدر نمشي المشوار الفلاني، عيني انا شكلي بقى كيف وجسمي بقى كيف. اول حاجة يعني هم الحاجة اللي فيها دي حاجة عظيمة، يعني هم يعني دور اللي قاموا به والحاجة اللي هم فيها دي حاجة عظيمة، وفترة زمنية معينة وبتعدي يعني كلها باو 9 شهور دي الفترة بتاعت الحمل، وفيها تقلبات كثيرة، فيها تقلبات هرمونية كثيرة، فيها مشاكل بتطغي على البشرة سواء حبوب أو تصبغات أو كلف أو حمل، في بعض منها أو بعض الوضوع مباشرة بترجع البشرة لطبيعتها، في جزء لا بيحتاج تدخل علاجي أو بيحتاج تدخل تجميلي عشان تظبط الدنيا. بس في كل الأحوال لازم 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 يعني تاخذ الحاجات الامنه سيفتي في الفتره دي. ما ينفع تعملي اي حاجه من اي زول في اي وقت، ما ينفع في زمن معين ممنوع ان تستخدمي اي حاجه في فتره زمنيه معينه، المفروض انت تعرفي 1 2 3 ديل سيفتي وامنين ليكي والبيبي ممكن ما يتضرر منهم انت تستخدميهم. المرطبات عموما ما فيها مشكله، حتى الحاجات العلاجيه لاستخدام لو جاكي مثلا حب شباب او كده فتره الحمل، في حاجات معينه امنه في حاجات ممنوعه، مثلا زي الازاديرم او الازيليك اسيد ذا سيفتي ديورين بريجننسي امن في خلال الفتره بتاعت الحمل. ممنوع تماما الريتينويدات او الفيتامين اي، ممنوع تماما انه تستخدميه في فتره الحمل لانه بسبب تشوهات للاجنه. ممنوع تاخذي تبلعي حبوب او كده من غير استشارة الطبيب المناسب او كده. الحاجة الثانية برضو يعني ما ند يعني شنو تتضايقي او تتضجري من موضوع انه والله بشرتي تغيرت وكذا، الحالة النفسية برضو بتنعكس على البشرة، رغم انه ده شيء طبيعي انه بشرتك تتغير. نعم. ويحصل فيها مشاكل، لكن نعم. برضو خلينا نشوف دكتورة ريهام، واحدة من الحاجات 200 الجسم ده بيستفيد من الترطيب، هل فترة الليل إذا أنه رطبت بالمساء أو بالأمسيات بالليل الإنسان عايز ينوم يعمل السيرامات مثلا الترطيب؟ نعم. للوش والبشرة؟ نعم. ولا الصباح، ولا أنا طالعة من البيت لو رطبت الحاجة دي ممكن تعكس سلبا مع أشعة الشمس؟ طيب يعني عادة الفعالية أو الامتصاص في الليل بيكون أسرع من النهار. تمام. يعني الاستفادة من الكريمات المرطبة أو المغذيات أو غيره يفضل دائما خلال الليل، رغم أنه في بعض أنواع البشرات نحن بنقول لهم أنتم ما تنوموا وخاتين حاجة على بشرتكم، نوموا البشرة صافية تماما نظيفة بس مجرد ليه؟ عشان البشرة محتاجة تتنفس؟ تتنفس بالليل بالضبط كده، وما يكون في تجمع بتاع حاجات أو دهون أو خلايا ميتة فوق للبشرة، مجرد أنه تمسحي تونر خفيف أو مرطب جدا خفيف ما يؤدي لانسداد المسام يبقى كفاية جدا. في الشمس احنا بنحتاج برضه يعني الصباح احنا طالعين برضه يعني في الجو ده البريد وكده لازم احنا برضه نرطب البشره ونطلع، بس لازم من فوق للترطيب البشره يكون في حمايه للشمس او نفس نوع المرطب. حاليا بقى متاح في الاسواق انه ايوه نوع مرطب بيكون معاه حمايه من الشمس في نفس الزمن. ما توفر لك الحاجه دي ممكن من الواقي بتاع الشمس المخصص للجسم، ما يتوفر المرطب الخاص للجسم نفس الواقي الشمس اللي انت بتعمليه لبشره وجهك تعمليه لجسمك عادي جدا وتطلعي، بس اهم حاجه انه تجدديه من 2 لـ3 ساعات. عاده احنا في السودان ما قاعدين نلتزم بالحاجات دي، الواحد اول ما يطلع من بيتهم بيكون مرطب جسمه، بعد كده ثاني الا بعد ما يرجع البيت ياخذ له دش حتى ممكن ياخذ مرطب ثاني. شكرا جزيلا دكتوره ريهام، ونحن حنتواصل في الحلقه الجايه عشان ما نتكلم عن الليزر ومشاكله وتخصصات ومتين الواحد استخدم جهاز الليزر وشنو الحالات اللي ممكن يستخدم فيها الليزر. شكرا لوجودك وحضورك معنا في هذا الصباح. شكرا لوجودك. شكرا دكتورة ريهام محمد الحاج، صيدلانية متخصصة في الشعر والبشرة، ودي كانت روشتتنا لكل حواء السودانية. نشوفكم بعد الفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا من صباح الشروق، ابقوا معنا.